أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. انزعج من بكاء ابنه فضربه بكل هذه البشاعة. أقدم رجل سوري على ضرب ابنه البالغ من العمر 3 سنوات بعنف شديد ما أدى لتعرضه لإصابة شديدة في فكه ووجهه وظهره. وفي تفاصيل الحادثة، اعتقلت قوات الأمن اللبناني رجلا سوريا بتهمة ضربه ابنه 3 سنوات بعنف شديد مما أدى إلى تعرضه لإصابة شديدة في فكه ووجهه وظهره، وذلك في بلدة غزة البقاعية جنوب شرق بيروت.